كوكي بتعملي ايه؟ ترسم قطة. ترسم القطة؟ الله يا كوكي. تعبناها كده ساعتين. هي بتلعب في وشها. الله يا كوكي على عسل. هي بتحب كده هي. انت قطة اصلا. روزا. روزا بتعملي ايه؟ خلي بالك انا بعمل مع الناس. وانت يا حبيبتي بتعملي ايه؟ زوزو بتعملي ايه؟ شطورة. انا بص انا ركبت كل ده لوحدي لحد الساعة. والله يا جدع. لا انت لسه يا فاروز لسه ياما قوي. مكة مبسوطة؟ قطة هي مكوكة كده. هي أكتر حاجة بتحبها القطة. بتعشق القطة. تحبي القطة؟ إيه ده؟ أنت أصلاً قطة. إيه يا كوكي؟ كوكي أمي. نعم. عاملة إيه يا حبيبتي؟ الحمد لله حبيبتي. كويسة؟ الحمد لله. اللي مع حمومة شو شعرها؟ أنا قلت أجيبها وأنتوا مش هنا كده غير لك. الله يو قطة. الله يا توتة. الله وديني كده قطة. والله شكلها زي العسل. بس بعد ازاي انت بتعرف ايه؟ وديني يا مكة. مكة ايه القمرة دي؟ غمضي يلا غمضي يلا. اتخطبت خلاص يوم خطوبتها تقول غمضي تغمض. يلا وريني 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 عشان تبقي شاطره. يلا شطوره يا مكة. الله يا مكة. الله يا مكوكي. الله يا كوكو يا قطة. بص على غوصه. بص لك ازاي. بص على التال اول هناك انت تيجي اعمل لك هنا هات لي اهو. رحت جايب صالح شبط فينا قعد هنا يصور. رحت مروحه قال لي كو. الله يا قطه. لا 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 قطة صغننة وعليها ملونة شكلها حلو قوي. احلى من الفراشة. مكة مبسوطة؟ قطة صغننة هي عايزة تشوفها هتعمل ايه بعد كده. روز روز خدي روز اهو. الله 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 الله. وريني كده وريني روز وريني روز. قطة غنانة مكوكي. طلع لسانك يلا. هي خلاص بكتم دلوقتي. ايه يا مك؟ لا يا مك. لا لا. الله يا مكة. الله. هي حاسة اي لو قاعدة بس. أنا في البيت بعد كده هتقول لك اعملي لي كده. هجيب الادوات اشتغل كده طول اليوم. الله يا كوكي. قطة صغننة عليها ملونة. شايفها بتبصلك ازاي؟ عشان اللي جبتها. مكة مبسوطة؟ شهتمي ولا ايه يا مكة؟ شايفها بتبصلك ازاي؟ العسل ده؟ ايه العسل ده؟ ايه مستغربه يا ندى. اوه اهي اهي اهي. اوه هاتيها يا ندى هاتيها. بص ايه ده؟ بصي يا ندى. اوه مستغربه. مين دي؟ طبعا يا ندى يا مكة. مكوكي انت بوسه بقى التيت. ده بوسه اللي جابتها. الله يا
زي العسل. دلوقتي بعد ما رسمنا المكة القطة هنجيب لها عوام عشان مكة كانت هتغرق دلوقتي. مكة اختاري يلا. دي عندها شبح. دي عندها اختها في البيت. خروف العيد. خروف العيد حلو برضه. في عندنا الفلامينكو ديت اللي هي من السنه اللي فاتت. حلو قوي. حلو قوي. ايه رايك؟ حلوه دي يا مكه؟ الباكي؟ ممكن ناخد دي حلوه. خلاص ناخد دي حلوه. دي حلوه. شكرا عم عايز. تحت امرك يا يوسف، ده مكانكم واحنا نتشرف دايما بوجودكم. وطبعا انا وبنتي ومراتي من اشد المعجبين بالقناه بتاعتكم. ربنا يخليك يا عم ميس. وبجد اتشرفتوا هيلتون، وهيلتون يعتبر لسه اخد حتى جايزه احسن فندق عائلي على مستوى الجمهوريه، وفي اكبر حمام سباحه في اسكندريه، وفي تاني احسن سبا في الشرق الاوسط، فان شاء الله هتستمتعوا معانا. ربنا يخليك يا عم ميس. شكرا يا عم ميس. مكه مبسوطه يا كوكي؟ كوكي هي بتبص للتليفون. احنا عندنا يعني عندنا تشكيله عوامات يعني الحمد لله احنا بنتميز بيها، وباسعارنا برضو يعني احنا اسعارنا زي ما الجست متعود بيشتري من بره. احنا كسرنا حاجز من البازار في الاوتيل لازم يبقى واو حاجه بالضعف. لا احنا تعاملنا للموضوع عادي اكنه بيشتري من اي مكان بره، طبعا عشان الجست ذات نفسه يعني يبقى قاعد مرتاح كل طلباته بيلاقيها. حلوه. مبروك عليك يا كوكي. مبروك. قطه نيو نيو تتصور بيها بسرعه. خدوها وابعتها لي على الانستجرام. انت بتعملي ايه يا ندى؟ انت مش عارفه تطلعي؟ هي عوامه شكلها حلو قوي. يلا واحد اثنين. مكة تستخبي مني؟ تستخبي مني؟ مكة مش شايفك، تعالي. مكة مكة مبسوطة يا مكة؟ هي مبسوطة بالعوامة. مين اللي جاب لك العوامة الجديدة ديت؟ ماما. مين اللي جاب لك العوامة الجديدة ديت؟ ماما. مش بابا، لا ماما. اسمها ايه العوامة دي انا؟ ده العوامة الفلامينجو. فلامينجو؟ بس جميلة قوي. يا كوكي يا قطة نيو محمد نيو. واحدة كبيرة خالص، انا عايزة واحدة. شفت اللي هي كبيرة، شفتها على التيك توك. هجيب لك واحدة. حاضر. عايزة واحدة بس نفسي الاقيها بس في مكان عشان اجيبها. هجيب لك احلى واحدة. ربنا يخليك ليا. كوكي نيو نيو. ايه ده بتاكل ايه يا ندى؟ اقول لك انا بتاكل ايه؟ ايه؟ بس كل ده عبط. فين وين كده؟ ايه ده؟ صعبت. لا والله؟ والله العظيم بس واكلة دي ازاي؟ مكة هو انت فار؟ بص بصوا يا جماعة، هي مش بتعيط، هي بتعمل نفسها بتعيط عشان تاخد الحاجة. بصوا يا جماعة، برنس مصر ومكة تعالوا شوفهم بيعملوا ايه. برنس مصر، برنس مصر تعمل ايه؟ برنس مصر بتكسر كسر كسر. برنس مصر عشان موجود موجود موجود. برنس مصر ملوش حدود. بس انت بتعمل ده ايه؟ برنس مصر مش شايفكم شايفكم. برنس مصر مش عارفكم عارفكم. برنس مصر ده حكايته منين؟ منين؟ برنس مصر عامل قلبان بان. برنس مصر هو العو عو عو عو. برنس مصر بيطير في الجو جو جو جو. قاعد المكة بقى دي. مكة مكة وحياة بيتخانوا مع بعض. شكرا.
بلاش مصر بتعملوا ايه؟ بنلعبوا احنا الاثنين. انتوا ما زهقتوش؟ لا. ايه ده؟ محمد يلا عشان نتغدى عشان انا جعانه قوي. بص هنا بص هنا بسرعه. الله يا محمد. ايه؟ يلا عشان نتغدى عشان انا جعانه قوي. لا قولي لها هروح نغير بقى اخد مكه واروح نغير عشان نتغدى. خلاص ماشي؟ هاتي بص يلا يا مكه. نادى وروح نغدى يلا بينا. خايفه اصلا ليك انت في البسين. دلوقتي يا جماعه جه ميعاد الغدا بعد البسين احنا تعبنا جدا. دلوقتي هنتغدى. جبت رز وجبت لحمه وجبت فراخ وجبت بطاطس باللحمه المفرومه وجلاش وهنا بقى انا مش عارفه ايه فته باللحمه تقريبا فته باللحمه وفراخ. نادى مرتاحه بتقول لحمه حلوه قوي. والله هجربها بقى. وانا طلبت زيك بالظبط. طلب زي بس انت مش لحمه من دي. لا وطحينه سيبت كله ومسكت في المخلل. مكه بتاعها بتحب المخلل شبهي. اه وطحينه وبابا غنوج وسلطه ومخلل. اتفضلوا معانا. اسطوره ايه رايك في الاكل؟ هو حمام حلو. اتفضل معايا. اتفضلوا معانا. سلمى ايه رايك في الاكل؟ جميل جدا. صالح ايه رايك في الاكل النهارده؟ حلو حلو. زوزو رايك في الاكل؟ جميل. امي لا رايك في الاكل؟ 100 100. عجزت ياما؟ لا انا عايزه اكلك حته من زحمه. عجزت ياما وشاغ جريدك؟ انت لسه ماسحه الشقه بايدك. ومالك ابيضيتي ليه؟ حتى غدر. مش كنت زي ياما سمرا؟ الزمن بقى. امنيه قوه. تاكلي ايه قوه؟ بطيخ. بطيخ؟ بعد كده تيجي تقولي بطني وجعاني؟ صح؟ يا جماعه البطيخ انا تعبت حلو قوي. وايه رايك في الاكل؟ جميل. والله؟ اه والله. المشكله بقى اللي بتين جوعني اكلت. اللي معاه حمو وما يشيلش حمو. ايه ده يا نادر؟ ام علي. ام علي والله؟ اه والله. ايه رايك في الاكل النهارده؟ الاكل حلو قوي. لسه بطني جعانه بس انا سبت المكان للحلو. اه انا هاكل جيلي وكاستر اكتر خطين بحبهم في حياتي. اللي مكه عملته ده عظيم. وقعت المسكين مستر احمد ملك التحديات. خد هنا راح فين؟ جم علي يا ابني. سمعت ام علي جمام البيت. جمام البيت. ندى جمام البيت بجد؟ جمام البيت. انا بصيت ما لقيتهاش اصلا. مش عايزه. هو ندى بتضحكي ليه؟ ابو حميد ابو حميد ايه يا حبيبي؟ ايش شعورك بعد الوقعه؟ وقعت وقعه رهيبه. صالح كاتب ميه هنا الارض اهو. عشان قاعد غلط اساسا. قاعد على طب والله صالح اللي غلطان. بص ندى ميته بتضحك عليك ازاي؟ واحده اللي رحمه بنت بتشيله من الارض. خلاص اروح. والله الجو جميل صح؟ بصوا يا جماعه الجو تحفه ازاي؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ جلجل مجلجل في الالعاب. العاب العاب. عامل ايه يا جلجل؟ تمام يا باشا. ايه رايك في يوم النهارده؟ لا جامد قوي والله. مش عايزه امشي من هنا. والله؟ مكه مبسوطه؟ صراحة جو جميل قوي. دلوقتي احنا خلصنا اكل جدا بصراحة. ويا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم. متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس وكل تيكتي ولا تفتحوا. طب انا هستجيب صندوق بس يلا. واللي بيحب ماما هي يشترك في قناة برنس مصر. باي.